متى سنظل مقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قول من يمنع زحف المنكر مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر ولنتركها أعذارا دجلا خلقت كي نعذر لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر ما تذكر ليس بعذر يقبل في يوم المحشر لم لا تتثقف لم لا تترك ما منه تصغر تترك ما منه تصغر هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا مطلوبي ثأر الشاهين فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم بحرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله عليم لن تخدعه أو تستغفل فغدا إن لن ترجع عن غيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمل ممن كنت له تعمل لن تال على المانونا بيريا إن أو أنا فلتاكن صاحي راشد هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا واطلبي ثأر الشاهد واطلبي ثأر الشاهد